للمزيد ينضم إلينا دكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور مساء الخير. النهاردة كان في قرارات مهمة من مجلس الوزراء بتكليفات من الرئيس السيسي بتستهدف يعني المزيد من توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، كيف ترى هذه القرارات؟ أنا مبروك من تنفيذ أول توصيات المؤتمر في أقل من 24. دكتور عمرو أستأذن حضرتك بس لو ممكن نغير المكان علشان الصوت، اتفضل. لا هو في مشكله في الاتصال للاسف يعني او في جوده الصوت. ايوه كده اتفضل يا فندم. الو كده سامع حضرتك، اتفضل يا دكتور عمرو. بقول لحضرتك ان احنا مبروك للمصريين تنفيذ اولى توصيات المؤتمر، واحده من اهم توصيات المؤتمر في اقل من 24 ساعه، وربما يكون احنا بنتكلم على حدث غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي المصري ان يتم تنفيذ توصيات لمؤتمر بهذه السرعه. بنتكلم خلال يوم واحد بنروح للتوصيه الاهم للمؤتمر، وهي مزيد من الحمايه الاجتماعيه والامان الاجتماعي لاكبر شريحه ممكنه من المصريين. بنتكلم على قرارات بيستفيد منها حوالي 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، 17 مليون أسرة تستفيد من دعم الكهرباء في وتأجيل زيادة الرسوم حتى يونيو القادم. بنتكلم على أصحاب المعاشات، بنتكلم على العمالة المؤقتة، وبالتالي احنا بنتكلم تقريبا على اكتر من 36 مليون مصري بيستفيدوا من القرارات دي بشكل مباشر. تصنيفهم الاقتصادي انهم من الفئات الاكثر احتياجا واللي كانوا بحاجة شديدة الى دعم الدولة. يمكن السؤال اللي يتورد للذهن للوهله الاولى، هل زياده الحد الادنى للاجور ب 300 جنيه بس كافيه، او هل مجرد تاجيل الرسوم، هل هذه الارقام تكفي لطموحات المواطنين؟ الاجابه ببساطه يمكن زي ما السيد الرئيس قال انه بيتمنى ان احنا نقدر نصل لمبلغ 10,000 جنيه لكل مواطن موجود في مصر، ولكن في الحقيقة القدرة والإمكانيات المالية للدولة المصرية لا تسمح بأكثر من ذلك، وبالتالي احنا بنتكلم على حزمة هي الأفضل من حيث التدابير المالية بما لا يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي للدولة، وفي حدود الحفاظ على حدود الدين الآمنة اللي موجودة في توصيات المؤتمر، في حدود القدرة الخاصة بالدولة المصرية، لأن مع الأسف مش متوافر هذه الحزمة. بنتكلم في 67 مليار جنيه بتتحملهم الحكومة بين عشية وضحاها، ولو نتخيل بقى أن احنا عايزين نخلي ال 300 دول 3,000 جنيه، فيبقى ده معناه أن احنا هنبقى مطلوب مننا 670 مليار جنيه، وهو رقم بالتأكيد يفوق إمكانيات الدولة المصرية لكل الموازنة العامة بتاعتها. بنتكلم في حوالي 2000 مليار جنيه أو 2 تريليون، وبالتالي احنا بنتكلم على إن قدرنا فجأة ندبر حوالي 6 أو 7% من الموازنة العامة اللي أصلا فيها عجز، اللي أصلا 55% منها هي مدفوعات لفوائد عن قروض
في عهود سابقة وفي سنوات سابقة، وبالتالي يبقى دور المواطن المصري والأسر المصرية في الأزمة في رغم هذه الحزمة من الدعم، إنما لازم تظل الحكومة والمواطن يتصرفوا برشد اقتصادي في التعامل مع احتياجاتهم خلال الفترة القادمة، خصوصا الأزمة العالمية لسه ما انتهتش، الحرب الروسية الأوكرانية لسه موجودة، العالم حوالينا لسه بيعيش ويعاني المواطنين في كل دول العالم من آثار التضخم العالمي. طيب يعني إذا اتكلمنا عن القرارات، من ضمن القرارات كمان النهاردة دكتور عمرو قرار بدعم الأسر كمان على بطاقات التموين بشرائح تتراوح من 100 ل 200 ل 300 جنيه بيستفيد منها 10 مليون مواطن، يعني اشرحي لنا أكتر مردود ده اقتصاديا على المواطن. يعني زي ما كنا بنقول احنا اللي معاه بطاقات التموين بعد تنسيق قواعد البيانات هم اهالينا الاكثر احتياجا، احنا بنتكلم على 10 مليون اسره مصريه، يعني بنتكلم تقريبا في المتوسط على حوالي 35 ل 40 مليون مواطن مصري، فاحنا بنتكلم على نسبه بتزيد عن ثلث الشعب بيستفيد من هذا القرار، وبالتاكيد هم من الفئات الاكثر احتياجا، وبالتاكيد هذا الاجراء بيدعم باختلاف وظائفهم حمل بطاقات التموين، وده اللي كنا بنقوله لما بدانا برنامج الاصلاح الاقتصادي بتنقيح قواعد البيانات لبطاقات التموين اللي كان فيها كتير غير مستحقين، اللي كان فيها متوفين، اللي فيها غيرها، عشان نقدر نقدم الحزم الدعم للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري. وهذه الزيادة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، وبالتالي احنا هذه الفئات أتوقع إن شاء الله في المستقبل ومع زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في مصر هيكون عندنا مزيد من الدعم لهذه الفئات، سواء دعم مباشر زي القرارات اللي شفناها النهاردة أو الدعم غير المباشر المتمثل في الدعم للبنية الأساسية وللتعليم والصحة وغيرها من الملفات الهامة جدا للأسر المصرية. طيب من ضمن الدعم كمان يا دكتور الدعم المالي للشركات كمان المتعثرة بسبب الأزمة العالمية، هذا الدعم مقدم لحد 30 يونيو القادم، أهمية هذا القرار كمان إيه لدعم ومساندة هذه الشركات؟ دعم الشركات هو دعم مباشر للشركات واستمرار للدعم للمواطنين الأكثر احتياجا، لأن الشركة المتعثرة اللي تعثرها ده بيؤدي الى الاغلاق، معناها ان في ناس هتفقد الوظائف بتاعتها، معناها ان في ناس دخلها هيقل، بالتالي الوقوف جنب الشركات المتعثره بيضمن لنا الوقوف جنب الاسر اللي موجوده في هذه المنشات من ناحيه، من ناحيه ثانيه بنتكلم على الحفاظ على الناتج القومي المصري والحفاظ على الطاقات الانتاجيه اللي موجوده في الاقتصاد المصري عشان تقدر تكمل، وبنتكلم هنا في القرار ده على توصيه اخرى من التوصيات اللي موجوده في المؤتمر بالوقوف الى جانب القطاع الخاص المصري، تمكين القطاع الخاص المصري ومساعدته، وفي ظروف الازمات الماليه العالميه بيبقى كتير من الشركات بالذات الصغيره والمتوسطه بتتاثر سلبا وبعضها بيفلس او يتعثر، وبالتالي القرار هنا مش بس هو في الدعم المالي المقدم لهذه الشركات، انما كمان هي رساله بتقول ان تمكين القطاع الخاص المصري ودعمه مش شعار، انما هي بدايه لمجموعه كبيره من الاجراءات اللي مش بس بتتوقف عند تقديم حوافز للمشروعات الجديدة في ضوء رسم استراتيجية جديدة للاقتصاد.
الاستثمار في مصر، انما كمان دعم للمشروعات القائمه وبشكل خاص المشروعات المتعثره. نعم، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو سليمان استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان.